السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا فيديو جديد، فلوق جديد. اليوم غادي نمشيو نتفرجوا في حسينيه اكادير كونتر شباب المحمديه. المقابله غادي تكون صعيبه بزاف لحسينيه اكادير نظرا للنتائج السلبيه اللي دارتها في هذه المباريات الاخيره. ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نخليكم مع لومبيونس ديال هذا الماتش هذا. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا ابوني وخليوا لنا التعليقات ديالكم. التعليقات ديالكم كتشجعنا بزاف. فرجه ممتعه وديما حسينيه اكادير وديما امازيغن. Thank you.
لا انت صاحبي حتى ديما زربان صاحبي الله معنا درهم.